أهلا. هاليوم معكر من أوله، بس ما تكملي أنت كمان. شو العشاء جاهز؟ إيه العشاء جاهز، بس مرحبا. أنا بدي أعتذر منك نهار. الحقيقة أنا يلي حضرت العشاء اليوم وجهزت كل شي بدون ما أعرف شو يلي بتحبه أو لا، وبعد ما خلصت عرفت إنك ما بتحب هالأكلة. على كل حال أنا رح جيب لك شي تدبر حالك فيه لبين ما سالوني تحضر لك يلي بدك يا. لحظة شوي، ما في داعي إنك تمثلي لهالدرجة. هي اليوم رح ألاقي حل لكل هالمشاكل والأمور اللي عم تصير بهالبيت هاد. أخي نهار، شو بدك تعمل؟ أخي خير؟ شو في نهار؟ ليش هيك عم تصرخ؟ شو عندك شي جديد؟ هات نشوف. إيمك من المشاكل اللي بيناتنا، بس أنا ما بقدر اسكت وقت اللي بدي شوف سالوني عم تنهام من مرتك وأختها من شان شي تافه. أخي أنت مالك متخيل قديش سالوني عم تنهام بهالبيت مشان أمور تافهة. نهار حاجة بقى، الأمور زادت عن حدها يا أخي. مرتي ساكتة وما عم تحكي شي، بس أنا ما عاد اسكت. شو اللي صار؟ مرتك وأختها ما عم يخلوا سالوني تفوت على المطبخ أبدا. أنا الصبح طلعت من دون فطور وهلأ. نهار اهدى شوي، نحن أبداً ما عم نمنع سالوني تفوت على المطبخ. كل القصة إنه أنا وتارا جهزنا العشاء اليوم للكل، فإذا سالوني ما بدها ياك تاكل من تحت إيدينا فهالشي. لا أبداً القصة مو هيك، لأنه أنا أجيت وقلت لك إلك إنه هي الأكلة بالذات نهار ما بيحبها أبداً. لا زودها نهار، ولا بدك تدخل بالمطبخ كمان؟ شو رأيك اترك شغلي وصير مثل حضرتك مشان افضى لمشاكل المطبخ؟ هذا اللي ناقصني. يعني معقول انت؟ شو هالحكي الفاضي؟ شو هالمشاكل يا نهار؟ يعني ما في بالعادة تكون هيك، بس الظاهر انتو صايرين تعملوا مشاكل مع الكل. بترجاكن لك بوسيدكن يا جماعة ارحموني بقى. اذا كنا مجبورين نعيش مع بعض ما في داعي نعيش بالكره. بترجاكم ريحوني بقى، بترجاكم. ماشي أخي، إذا كنا أنا ومرتي عم نعكر عليك فبوعدك أنه ما عاد يتكرر هذا الشي مرة تانية. وبما أنه التغت قعدتنا على الأكل مع بعضنا فصار لازم نقسم المطبخ. إذا أنتوا بدكن هيك فليش لا؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه نهار؟ نحن نقسم المطبخ؟ إذا قلوب الإخوات ما عادوا على بعضهم بهابوا